انا سعيد بكل العروض اللي هي اعلنوا عنها والدول اللي اعلنوا عنها، واكيد هنشوف تجارب مختلفة جدا، واكيد هنشوف فنانين يعني داخلين المسابقة على امل الفوز، كلهم هيبذلوا اقصى جهد عندهم يعني، وهنطلع على فنون مختلفة، وهنطلع على ما وصلوا ليه في فن المونودراما. وانا زي ما انا قلت قبل كده ان انا الفنون بتاعت المونودراما او المسرح بتاع المونودراما انا بعتبره محاضرات ليا، انا بستفيد كممثل جدا غير المتعه اللي موجوده. فهيبقى عندنا كذا عرض وكذا ليله ان شاء الله نستمتع بيهم. مين ايه؟ نمبر 1 ممثلين. مفيش حد نمبر 1 ممثلين. طب استاذ هاني لو سمحت حضرتك اخدت نقطه مهمه جدا، وهي موضوع موسم الرياض او اتجاه المسرح الى الدوله الشقيقه الدوله السعوديه. طيب احنا دلوقتي عايزين ننتج جيل جديد من الشباب، تنصح ايه عشان نطلع جيل جديد يساند ان احنا نطلع مسرح بجد؟ انا اقول لحضرتك على حاجه، نشوف السعوديه عملت ايه لجذب المسرح والاعلام الفن والثقافه والترفيه، نشوف هي عملت ايه ونعمل زيها. ايه المشكله؟ احنا المفروض ان احنا نشوف هم نجحوا ازاي واحنا ننجح زيهم. هل يعني مثلا الانتاج هو اللي ينقصنا؟ الانتاج المسرحي ولا لا؟ لا، حاجات كتيره جدا بتنقص.